أخبار اليوم. لنا شم النسيم بيمثل لا والله شم النسيم هو موسم حلو للناس كلها وأعياد ربيع وأعياد الإخوة المسيحيين فيعني موسم حلو إن شاء الله بإذن الله. شايف إن الأسعار اللي أنتوا بتقدموها ملائمة للناس؟ والله الحمد لله بفضل الله السنة دي بالذات إحنا ما رفعناش أي أسعار خالص، الأسعار كلها زي السنة اللي فاتت، بنحاول إلى حد ما إن إحنا يعني عشان الناس عارفين إن الناس ظروفها تعبانة والحوال بعد مش متزبطة، فبنحاول على قد ما نقدر إن الدنيا تبقى ماشية. يعني دي حاجة سنوية، كل سنة وأنت طيب، وعيد ربيع وعيد شم النسيم وعيد إخواننا المسيحيين، بنشتغل على مدار السنة، بنشتغلش يومين في السنة في شم النسيم أو في العيد أو الآخر، لا إحنا شغلنا على مدار السنة. هو بيبقى عيد ربيع أولا والناس بتحتفل بيه وكده، وبرضه تجمع أسري زيه زي أي موسم. اسمها راية، اسمها كلب بحر. بيتم اصطيادها من النيل من أسوان. الأسماك البوري والسردين والملوحة والرنجة، طبعا الرنجة بس الرنجة بتتدخل. أنا بجيب محل كويس عشان حاجة كويسة، عشان مش هقولك أفهم فيه قوي. بس والله هي عادة وتعودنا عليها كلنا، نحب نجمع الأهل والقرايب كده كلنا وبناكل مع بعض بقى الفسيخ والرنجة والليمون والبصل الأخضر وبنديها. يعني المصريين بالنسبة لهم شم النسيم فسيخ ورنجة وبصل اخضر والناس بتتجمع مع بعضيها. لا لو الاسعار اقل شويه هتبقى الامور ماشيه مع الناس كلها كويسه وطبيعيه. فرحه اللي اتعودنا عليها من قديم الازل. حضرتك بتعرف الفسيخ الكويس مش من الكويس من المحل اللي انا بجيب منه؟ بس بتاكل فسيخ؟ تحبه؟ تحب الفسيخ؟ هتاكليه؟ شم النسيم من ضمن الاحتفالات الفرعونيه القديمة. الشعب المصري كان بيحتفل بعياد الربيع اللي هي دلوقتي شم النسيم، وسجل الاحتفالات دي على المعابد الفرعونية القديمة، وما زالت النقوش بتحكي ازاي الشعب المصري القديم كان شعب زواق، شعب بتاع فرحة. ربنا يبعد عننا كل المكائد والنكد اللي احنا عايشين فيه. عايزين نصايح حضرتك توجهها للجمهور لشراء الفسيخ الجيد او الملوحة الجيدة. اولا يبعد عن البائع السريحة الجائلين اللي هو ده ما يعني ما يهمهوش اكتر من انه يبيعه، بس يعتمد على محل يكون بيتعامل معاه ويبقى يكون فيه ثقة متبادلة.